عايز اروح مع حضراتكم لخبر انتشر على السوشيال ميديا خلال الساعه الاخيره، وهذا الخبر يخص الاستاذ العمري فاروق نائب رئيس النادي الاهلي. باكد لحضراتكم ان الحاله خطيره جدا في الوقت اللي انا بكلم حضراتكم فيه على الهواء دلوقتي. الحاله خطيره جدا، ولكن الحمد لله الاستاذ العمري فاروق ما زال على قيد الحياه. ده هنا على تويتر الاستاذ هشام العمري اخو الاستاذ العمري فاروق، وبيأكد من خلال صفحته الرسميه الحاله خطيره جدا جدا، ولكن الحمد لله العمري ما زال على قيد الحياه. نسالكم الدعاء علشان الناس اللي بتجتهد، الناس اللي بتجتهد. استاذ العمري فاروق ما زال على قيد الحياه، الحاله خطيره جدا، الحالة الصحية حرجة، لكن احنا بنقول الناس تتحرى الدقة شوية علشان الأستاذ العمري والده والدته أسرته، فلازم كل واحد يقول خبر أو يكتب خبر. احنا ما فيش سباق هنا مين يقول الخبر، لكن النهاردة لازم يكون في تحري للدقة وصدق في الخبر. مرة تانية الأستاذ العمري فاروق الحالة حرجة جدا، اخواته بيأكدوا على صفحاتهم الرسمية، ولكن الحمد لله الاستاذ العمري ما زال على قيد الحياه. ايضا اخوه الدكتور خالد العمري بيؤكد اخي العمري لا زال على قيد الحياه، اذا حدث شيء احنا اخواته اول ناس هنعلن. ازاي الناس تعلن وفاته وهو لا زال على قيد الحياه؟ دي حاجه مش بتستخبى. اتمنى الناس تتحرى الصدق وتتحرى الدقه قبل ما تكتب اي شيء، وبنتمنى له يا رب الشفاء ويرجع لاهله ولكل جماهير النادي الاهلي.